الاغتسال على صفتين، صفة كاملة مستحبة وهي أن يغسل القبل والدبر ثم ينوي بقلبه، يسمي، يغسل الكفين، يتمضمض، يستنشق، يستنثر، يغسل الوجه مع ما استغسل من اللحية، ثم يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين، ثم يغسل الرأس، يروي بالماء مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم يغسل الشق الأيسر، ثم يغسل الرجل اليمنى، ثم يغسل الرجل اليسرى، ويخرج بهذا يصلي. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية صفة مجزئة سهلة، ينوي بقلبه، يسمي، يعمم جميع البدن بالماء ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ويخرج بهذا يصلي لا يحتاج إلى أن يتوضأ.